بعد ديك الايام هذيك الساعه تكون خير ان شاء الله. يكون خير ان شاء الله. انتم اليوم كانت عندنا وقفه احتجاجيه انذاريه نظرا لان حنا تنعاني من واحد المشكل مع شركه افيردا وما كنتخلصوش في الوقت ديالنا مده ديال اكثر من 3 شهور هذه. فاليوم درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه. غدا ان شاء الله الا ما تخلصناش اليوم او غدا راه حنا غادي نديروا اضراب ديال 72 ساعه ان شاء الله. لا اذا كنتخلصوا كل شهر كنتخلصوا ولكن ما كنتخلصوش في الوقت ديالو. يعني كنا كنتخلصوا بين 28 و1 الان حنا ولينا حنا غاديين في 5 حنا ما تخلصناش والله اعلم كاين الاسبوع الماجي ما غاديش نتخلصوا. هذا المشكل هذا خلانا نديروا هذه الوقفه اللي قلت لك الاحتجاجيه الانذاريه وغادي ندخلوا ان شاء الله في اضراب لمده 72 ساعه. عندنا واحد الملف مطلبي اللي حنا اتفقنا مع الشركه فيه. بقى لنا التوقيعات ديال الشركه ومجلس المدينه والنقابه اللي في علمي ان النقابه وقعت الشركه وقعت باقي مجلس المدينه هو اللي ما وقعش وكنتسناو يأشر لنا باش يخرج لنا داك الملف المطلبي للوجود ان شاء الله. كنطلبوا من السيد العمدة يولي خلص لنا في الوقت الله يرحم الوالدين ويحاول يسوي لنا الوضعيه ديالنا على حساب الملف المطلبي وعلى حساب هادشي اللي كيوقع في القطاع في الدار البيضاء. تنتمناو من السلطات المحليه يعني تتدخل في هاد الامور وتفك هاد المهزله لان عندنا كريديات عندنا بناكي تيتسالونا عندنا كرا عندنا موضه وعندنا شحال من حاجه ملي كيتعطل عندنا راه ما عارفين الخلاص ديالنا يعني خلاص واحد خلاص اللي هو هزيل يعني ما كيتسالش انسان يوقف على قبله ويعطلوه لنا ولا يعني جوج دريال اللي كيعطيونا راه ما خصهمش يعطلوا عندنا كاع فهمتي تعطيني 56000 ريال وتعطل عليا في راس الشهر حشومه كاع عطيني فلوسي في الوقت راه ماشي شي حاجه اللي غتكلفك واحد الميزانيه اللي كبيره ولا هادي. كيعطلوا علينا الخلاص بزاف عندنا كرا عندنا مصاريف عندنا بزاف قسم بالله على هذا العدد دابا البنك كتسالني فلوس 100000 ريال ما عندي منين غادي نعطيها باش جيني عليها. كاين عندي وليدات خاصهم مصاريف خاصهم بزاف كيعطلوا علينا شوما عليهم يعطلونا الخلاص عندنا جوج دريال كيعطلوا علينا حنا راه بزاف عليهم شوما عليهم. شنو المشاكل الاخرى اللي عندكم في الغرفه؟ والمشاكل راه بزاف راه كاينين التعسفات على الجهد ماشي بزاف ولينا بحال بياضق عندهم يديونا ويجيبونا ترونسبور قال لك كيدي عندك الملح ديال ترونسبور ما كاينش ترونسبور كيديوك قنت اخرى بعيده كتجي على رجليك ملي كتهضر كيطيحوا يتعسفوا عليك. ايوا مع كورونا راه هادشي اللي كاين اخويا والله هذه الجميع.